بار اكزومبل نتفكر اول مرة عديت في الثالثة معناها الفرعة اللي ريتها عند امي وبابا هذيك اصعب حاجة بالحق معناها فهمت هذيك اصعب علاش خاطر انا مثلا من عائلة بسيطة من مجتمع بسيط كيف ما احنا الكل اللي مثلا باللي تعمل يبداو يستناو معناها في اي ولدهم كيفاش باش يشرفهم وانت تعرف جعفر معناها كي امك مثلا كيفاش تبدا في الحومه كيفاش ولدها يتعدى في التلفزه ولا ابوك فهمتني الفخر اللي تراه عند كي تبدا انت ما عوضتيش بالفلوس ما نعرفش انا ما مشيتش ما جبت ما هزيتش بوك حج امك ولا ما هزيتش حد وموا قاعدين ما قلت لحد وراو اول مره فهمتني يراو فيا في التلفزه مش مصدقين معناها توما حتى يراك ببليسيتي طماطم يبرها معناها كيفاش ما همش مصدقين كيفاش بابا بالدموع ويعنق فيه وين نرى في روحي معناها خطر ما قلت لهمش نمشي نبرر في الكل ما نقول لهمش فهمت كيفاش أول مرة وكال درج ذاك وقتك خدمت بابا يعنق ويطلب في جميع في البلاد والناس تطلب والكل تحس روحك ترتاح فهمت تحس روحك عملت حاجة ذاك ما تشريش بفلوس الدنيا.